لو جه فعل يبقى معناه يعالج، وفي ناون منه بروسيسور اللي هو معالج اللي هو بيبقى في الكمبيوتر، بس هنا معناها بروسيس معناها عملية. عملية ايه؟ عملية التعليم نفسها، بروسيس اوف ليرنينج يعني عملية التعليم. تمام. بعد كده كلمة فوتوغراف بيجي معاها كلمة تيك، فوتوغراف. فوتوغراف ممكن تختصر لكلمة فوتو بس، دي معناها ايه؟ يأخذ صورة. تمام. أو يصور. في بعد كده the early، كلمة 20th century. خدوا بالكم من century و 20th و early، هما كلهم مهمين بصراحة. يعني ليه بقى؟ أول حاجة الصفة اللي احنا استخدمناها early مش معناها باكرا، معناها ايه؟ البداية. وبقى ممكن نغيرها بكلمة ايه؟ late. the late 20th century يعني آخر القرن العشرين، وهنا early يعني ايه؟ في أول القرن العشرين أو في بداية. كلمة 20th أي رقم ما عدا 1 2 3 لما نحب نخليه في التعداد اللي هو واحد الأول الثاني الثالث اللي هو ترتيب ترتيبي نحط له TH ما عدا 1 2 3 اللي هم first second و third. تمام. century طبعا معناها قرن، يبقى في ايه؟ the early 20th century يعني بداية القرن العشرين. تمام. طب نهايته يبقى the late 20th century. تمام. when the Nobel Prize for، طبعا عندنا كلمة وين معناها يفوز بي، وطبعا عارفين كلنا اللي هي النوبل، نوبل برايز، جائزة نوبل، نوبل برايز، آسف، نوبل برايز طبعا لأنها جائزة مشهورة جدا فبنعملها الاثنين كابيتال وبعدين فاز بيها علشان كذا. يبقى he won the Nobel Prize for his work مثلا، for his production لإنتاج أي حاجة. بعد كده work on a project، work دايما يجي معاها مش on a project. ليه خدنا on؟ لأن project ده حاجة معنوية، مشروع يعمل عليه، ماشي، يعمل على مشروع. إنما لو في مصنع يبقى work at a factory. طب لو بيعمل في حاجة كبيرة work in كذا. تمام. speak on يعني يتحدث في، يتحدث في مثلا on the phone، he speaks on the phone مثلا، مش on something، لا مش على حاجة، لا إنما لو على حاجة تبقى إيه؟ about، يبقى يتحدث في مثلا الهاتف. إنما هنا عن شيء أو عن شخص. تمام. بعد كده كلمة succeed، succeed in يعني ينجح في. تمام. succeed in. بعد كده talk about، يعني talk about يعني يتحدث عن. خد بالكم ممكن تساوي speak about، talk about أو speak about. تمام. طيب نكمل. حاجة اسمها walk، walk on. walk on يعني يمشي على، يمشي على ايه؟ walk on the moon مثلا، on the moon يعني يمشي على القمر، على القمر. تمام. آخر حاجة write in يعني يكتب في، بس يكتب في ايه بقى؟ write in industry يكتب في الصناعة مثلا، يعني حاجة يعني معينة. طيب نبدأ ندرس الكلام ده واحدة واحدة مع بعض ونشوف كده ايه الموضوع. يقول لي المصطلح اللي بيقول
The first أو the last أو the youngest أو the only. كل دول يجي بعدهم someone، وبعد someone يجي بعدها to، وبعدين ال infinitive أو المصدر. دي مهمة جدا. ليه بقى أنا أقول الكلام ده؟ لو أنا قلت مثلا، لو قلت علي was the only one، بلاش one نخليها person، two the only person to a to pass the river مثلا. يعني علي كان أول أو الوحيد، كان الشخص الوحيد اللي عبر النهر. طبعا ممكن يجي مكانها أي واحدة بقى، was the first person to pass the، أو طبعا ممكن إيه. الطريقة دي ليها طريقة تانية نستخدمها فيها. يعني إحنا ممكن ناخد نفس الجملة بس في حاجة. لو أنا قلت إيه مثلا، علي was the only person، وقلت هنا ايه هو هنا بقى هتغير لي الموضوع شوية. طبعا انا استخدمت هو الذي، يبقى مش ايه، مش هحط بعدها تو، هنجيب الفعل على طول في الزمن المطلوب. انا الزمن هنا ايه was، يعني كان، يبقى هو، يبقى هناخد ايه cross في الماضي، يبقى crossed the river. فهمتوا الفكرة؟ إن أنا لما أجيب هو ألغي كلمة تو وأحط الفعل بتاعي في الزمن المطلوب. لو أنا عندي هنا was في الماضي، يبقى أجيب الفعل فين؟ في الماضي crossed. يبقى ألي was the only person to cross the river، ألي was the only person who crossed the river، والاثنين بيدوا نفس المعنى. تمام؟ العملية سهلة خالص، لكن عايزة إيه؟ شوية تركيب. طيب عندنا بعد كده حاجة اسمها help. الفعل help فعل مهم قوي. تمام؟ ليه؟ لأن ممكن أقول help ويجي بعدها someone do something. يعني ايه؟ يعني اساعد واحد يعمل حاجه. خدوا بالكم الموضوع ده، دو هنا في المصدر، يبقى مثلا ايه I will help Tom do his homework مثلا. يعني انا هساعد توم يعمل واجب. خدوا بالكم هنا help someone اللي هو توم، دو طبعا دو بأي حاجة بقى، مش شرط الفعل دو نفسه. تمام؟ homework اللي هو لإيه something، help someone do something. تمام؟ ممكن نغيرها بقى help someone with something. يعني I will help Tom with his homework، يعني هساعد توم في الواجب بتاعه. تمام؟ وممكن اخليها to do his homework. I will help Tom to do his homework. التلاتة ايه؟ يمشوا. يعني انا هساعد توم يفعل واجبه، او مع واجبه، او ان يفعل ايه؟ هيحل واجبه. تمام؟ اما كلمة help لو جا معاها can't، لو قلت I can't help، I can't help مش معناها أنا مش هقدر أساعد،
هنا معناها لا أستطيع أن أمنع نفسي. ويجي بعدها جيران، جيران اللي هو الايه الفيرب مع ايه اي ان جي. شوفوا مثال، لو قلت بسمة، بسمة can't help crying، يعني لم تستطيع أن تمنع نفسها عن الإيه؟ عن البكاء. بسمة can't help crying، I can't help laughing، مش قادر أمسك نفسي عن إيه؟ عن الضحك. تمام؟ واضح دي؟ أعتقد إن هي كده واضحة. طيب ايه كمان؟ لو انا قلت كلمة another، another دي معناها ايه؟ معناها اخر، ويجي بعدها دايما اسم مفرد. يعني لما اجي اتكلم اقول مثلا ايه؟ اقول another person، معناها شخص آخر. another يجي معناها اسم مفرد، شخص آخر another. لكن حتى لو بصينا كده هنلاقيها من كلمتين an و other. an طبعا بتيجي اسم النكرة المفرد، an و a، و other معناها آخر. تمام؟ طيب another زي ما قلت لكم معناها ايه؟ آخر، بيجي بعدها اسم مفرد. طيب كلمة other، كلمة other معناها آخرون، بيجي بعدها اسم إيه؟ جمع. إزاي؟ لو أنا ممكن مثلا إيه؟ some people like English but other people مالهم don't. هنا بعض الناس بيحبوا الانجليش لكن ناس اخرين ما بيحبوش الانجليش. ممكن بقى نحل محل other people ب others، نجمع. يبقى some people like English but others don't. طبعا don't هنا بمعنى ايه؟ don't like English، don't like ايه؟ don't like English. تمام؟ نعلم على الحاجات المهمة عشان لما نيجي ايه؟ نرجع. عرفنا الفرق ما بين another و other. تمام. طيب ناخد color تاني، green مثلا. ايه كمان؟ the other او the others. the other او the others معناها ايه؟ الاخر او الاخرون. بس هنا the other يجي بعدها اسم مفرد او جمع. the other person او the other person، يعني الشخص الآخر أو الأشخاص الإيه؟ الآخرون. الشخص الآخر أو الأشخاص الآخرون. أما كلمة others يجي بعدها فعل. لو أنا لاحظت في المثال اللي فات، بصوا but others، هنا جه بعدها إيه؟ don't. I don't دي اختصار لـ don't like، يعني هنا يجي بعدها ايه؟ فعل. ماشي؟ لو انا قلت مثلا مثال، قلت where is the other pen مثلا، اين القلم الايه الاخر؟ ماشي؟ او لو انا عايز اشيل كلمة pen، ماشي؟ أقول عن الأقلام كلهم، طب ممكن أخليها the others. where are the others؟ هنا بقى مش معناها
لا مش نقصد الأقلام هنا، أين الآخرون؟ الآخرون دي بتعود على أي شخص، هي الأقلام، الأشخاص، أصحابي، أي حد. Where are the others؟ يعني فين البقية؟ فين الباقيين؟ تمام؟ لأن others تحل محل الاسم اللي أنا إيه بتكلم عنه كمان مع كلمة other. The other books I back the others على طول، الآخرون. تمام؟ هديكوا حاجة كده بس عايزكم تركزوا فيها. لو أنا قلت مثلا I want to stay in this place، I want to stay in this place for another 6 days مثلا. خدوا بالك احنا خدنا قبل كده ان كلمة another يجي بعدها اسم مفرد، صح؟ another person، another pen. هنا كلمة 6 days معناها 6 ايام، هي بيتكلم هنا على انها فترة من 6 ايام، يعني بيتكلم على انها فترة مفرد، يعني for another 6 days كأنها فترة واحدة، عشان كده استخدمنا كلمة ايه another معاها. تمام؟ في بعض المصطلحات بيجي معاها كلمة other برضو، زي كلمة some other day أو some other time، يعني في وقت ايه؟ في وقت آخر. with the other day يعني ايه؟ منذ بضعة أيام. the other day يعني من كام يوم كده. وفي كلمة each other ودي بتستخدم في وسط الكلام، معناها ايه؟ بعضنا البعض أو بعضهم البعض، بعضهم البعض. تمام؟ دي كانت شوية مصطلحات، طبعا ليها تكملة تانية بس هنكتفي بكده إن شاء الله. لو عجبكم الكلام ده والفيديو يا ريت تشترك في القناة وندوس على زر الجرس علشان يجيلنا الفيديوهات أول بأول، ونعمل شير لأصحابنا عشان هما كمان يستفيدوا ويسمعوا الفيديوهات معانا. أشوفكم المرة الجاية مع مستر نسيم والإنجليش.